سنة دراسية جديدة تفتح من العاصمة نواكشوط بعد أن كان مقررا افتتاحها بمدينة سيدي بابي. وفي حفل الافتتاح جدد رئيس الموريتاني محمد الدشاه الغزواني عزمه على جعل التعليم أولوية الأولويات، مؤكدا على أهمية المدرسة الجمهورية في صيانة اللحمة الوطنية وإعطاء كافة أبناء الشعب الموريتاني الفرصة في التمدرس. واليوم في هذه مناسبة افتتاح السنة الدراسية اخترت جدد ذاك التعبير والتعبير على حرصي جعل التعليم أولوية الأولويات بالنسبة لنا، واخترت نقول ذاك للأسرة التربوية بصفة عامة وللشعب الموريتاني بصفة عامة من هون. وكان ولد الشيخ الغزواني قد عبر إبان ترشحه للانتخابات عن محورية التعليم لديه كما أدرجه في برنامجه الانتخابي. وفي بيان السياسات العامة للحكومة الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني، دعا الوزير الأول إسماعيل البدو للشيخ سيدية كل الجهات المعنية في الأسرة التربوية إلى تكثيف الجهود للنهوض بالتعليم. وكانت موريتانيا قد تذيلت قائمة مؤشر الدول من حيث جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعدة معايير، من بينها البنية التحتية وكفاءة السوق والتدريب والتعليم الجامعي. ويعتبر مختصون في مجال التربية والتعليم أن التعليم في موريتانيا يعيش مرحلة صعبة تستدعي أياما تشاورية ومراجعة شاملة لمختلف جوانبه، كما يعتبر آخرون أن إصلاح التعليم يعتبر من أبرز التحديات لنظام ولد الشيخ الغزواني.